بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة والطب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والطب، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله يوصل رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. النهارده فاتت اتكلمنا على ان احنا بنجيب معامل الاسمنت بطريقتين، طريقه المناخ اللي هو مرفوع ل رقم 170 وطريقه جهاز بليل. اتكلمنا على المناخ، دلوقتي هنتكلم على البليل. البليل ده عشان اشتغل بيه لازم يتعمل له معاينه. المعاينه دي لازم تكون من شخص ذو ثقه، ويعني ايه يقدر يطلع الداتا صح. هيطلع منه حاجتين الجهاز، هيطلع منه الكيل او اللي هو ثابت الجهاز، وفي نفس الوقت هيطلع وزنه الاسمنت القياسيه اللي هو هيشتغل بيها في الخلايا دي. هيخلقهم ازاي؟ هيستعمل الزئبق وعينه اسمنت قياسيه. عينه الاسمنت القياسيه اهي جايه لسه جديده، جايه من مصدر موثوق، والشهاده بتاعتها بتقول ان المساحه السطحيه بتاعتها قد ايه؟ والكثافه بتاعت الاسمنت قد ايه؟ احنا دلوقتي هنعمل المعايره بتاعت الجهاز، وفي حلقه ثانيه هنتكلم ان البليل نفسه الاختبار بتاعت الاسمنت بتاعت الشغل بتاعك هتتعمل ازاي؟ معانا الاخ مصطفى دلوقتي هيعمل الاختبار دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما زميلنا يبتدي يقول لنا ازاي طريقه المعايره بتاعت الجهاز، احنا اتفقنا ان احنا قبل ما نشتغل نقول احنا الكلام بتاعنا دوت بنوثقه منين، او بناكد مدى صلاحيه الكلام اللي احنا بنقوله ده منين. فاحنا هنشتغل على الكود الاوروبي اللي هي رقمها 196 بارت 6. الاختبار دوت اتعمل في الاس تي ام، اتكلمت عليه اس تي ام سي 150 بصفه عامه، اتكلمت على الاسمنت ككود امريكي، واتكلمت عليه الكود المصري. ما علينا من ده كله، احنا هنخش في الموضوع على طول. واذكركم احنا اتكلمنا قبل كده ان النعومه بتاعت الاسمنت بتيجي باثنين، بطريقتين او باختبارين، اختبار مناخر ودي احنا عملناه قبل كده اهوت. والمره دي ان شاء الله هنتكلم على الموضوع الاهم، واللي هو زي ما قلنا ده اختبار قبول او رضوى، اختبار البلين اهو، اير بيرمابيليتي ميثود. هنعمل اللي ان شاء الله الحلقه ديت على فقرتين او على ثلاث فقرات. الفقره الاولانيه هنتكلم فيها ان احنا هنجيب ازاي من المعايره بتاعه الجهاز، هنجيب حاجتين لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه هنجيب اللي هو الوزنه، او هنجيب الحجم اللي انا هملاه بعينه الاسمنت. بعد كده برضه هنبين مع بعض جبناها ازاي، الفوليوم بتاع الخليه او وزن الاسمنت بمعنى اصح. والحاجه الثانيه هنجيب الكي بتاع الجهاز او ثابت الجهاز. ثابت الجهاز ديت الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها بالنسبه للمعايره بتاعه الجهاز. برضه عشان اذكر الناس ايه هو شكل الجهاز ده، شكل جهاز بلين زي ما قلنا عليه. البلين دوت ممكن شكله يتغير ولكن ما يقلقش، ليه؟ هو شكله يتغير ولكن هيأدي نفس الغرض. اهوت ادي الجهاز اهوت، برضو دي صوره قدرنا نصورها عشان نوضحها للناس ان هو ايه شكل جهاز بلين عامل ازاي. الخليه والمكبس بتاعها والبالون اللي بضغط بيه الزيت، والمانوميتر او الازازه اللي على حرف اليو ديت، اللي في اخرها حاجه زي الحوض اللي بتخش فيه الخليه دي. الخليه دي بتحط نوت، وان شاء الله هنتكلم فيها احنا بنعمل الاختبار ازاي، ودي هيبقى ليها حلقه لوحدها. وديت الفلاتر الخاصة اللي هي اسمها ويتمان 40، بنشتغل فيها ساعة المعايرة. ده شكل الجهاز اللي احنا هنعايره ان شاء الله. طيب نبتدي بقى نشوف زميلنا هيعمل ايه في المعايرة بتاعته، ونتوكل على الله. الراجل هيعمل ايه عشان يعمل المعايرة؟ هيبتدي يجهز حاجات. الحاجة الأولانية هيكون معاه مادة الزئبق، ويتاكد ان الجهاز بتاعه سليم، وان الزيت في الجهاز واصل للمستوى المحدد اللي هي العلامه ديت، ودي هنشرحها ان شاء الله.
بالإضافة إن يكون معاه عين أسمنت مرجعية. عين كلمة عين أسمنت مرجعية دي الراجل بيوصف لنا الخلية اللي هيشتغل بيها. عين أسمنت مرجعية يعني عينة معمولة في مكان موثوق أو يعني مصدر أدانا العينة ديت ومدينا ليها المساحة السطحية ومدينا الكثافة بتاعتها. هو هنا هنقول بقى بسرعة طريقة الاختبار الراجل هيعملها اللي عشان يجيب الحجم بتاع اللي احنا هنشتغل بيه بعد كده أو يجيب الوزنة القياسية اللي هشتغل بيها بعد كده في الشغل بتاعي. هيعمل إيه؟ هنقولها بالتفصيل إن شاء الله. هيجيب الخلية وهيحط فيها المصفى بتاعتها اللي احنا قلنا عليها اللي هي 30 ل 40 فتحة، الفتحة ديت الديامتر بتاعها أو الدايمنشن بتاعها نص مللي. وهيحط ورقتين فلتر من اللي احنا قلنا عليهم. ويبتدي ايه؟ هيصفرهم مع بعض. كلام سليم. هو الراجل بيسجل بيانات اهوت، حتى كاتب ما شاء الله وزن الخليه فاضيه زائد ورقه الفلتر زائد المصفى اللي هي الشبكه او السل. الخطوه اللي بعد كده هيعملها هيبتدي يملا الخليه ديت زئبق لغايه اخرها. ولازم يكون حريص في درجه الحراره اللي هو شغال بيها. ليه؟ لان هو لما يجي هيجيب الكثافه بتاعه الزئبق لازم هيعتمد على درجة الحرارة، لأن الزئبق كثافته بتتغير درجة الحرارة. أدي الزئبق مع الراجل أهوت، يبتدي يفتح العينة، عينة الزئبق أو المادة اللي شغال بيها، بيعمل بيها الكاليبريشن، وهيفضي في الخلية زئبق لغاية الآخر. يبقى إحنا هنقول تاني، هيحط الخلية، يحط فيها المصفى بتاعتها، ويحط ورقتين فلتر، ورقتين فلتر. وبعد كده يكملها زئبق لغايه الاخر. هيبتدي يعمل حاجه هنا الراجل ظريفه جدا، يعني ان هو يعمل ازاي؟ هيتاكد ان مفيش هواء في الخليه، فهيستعمل لوح زجاجي ويبتدي يضغط عليها كده اهوت لغايه ايه؟ وما شاء الله بياكد برضو المعلومه، بياكد ان مفيش اي هواء، ان العينه او الخليه مليانه زئبق لغايه الاخر، ويبتدي ايه؟ يوزنها. يبقى احنا لازم نسجل الرقم ده عندنا كلنا. اللي الرقم الراجل ده اول رقم مهم بالنسبه لنا، يبقى نسجله عندنا. الرقم ده بيقول ايه؟ جاي نتيجه ايه؟ وزن الخليه فاضيه زائد الزئبق زائد ورقتين فلتر زائد الخليه او اسف زائد المصفى او الشبكه. الوزن ادته ناخد الرقم ده جابت 131 جرام بوينت 8148. لازم اللي هو الرقم اللي هيثبت عنده يسجل، لازم الرقم ده. دي اول خطوه. احنا كده بنجيب الحجم اللي هتشغله الخليه. ناخد بالنا من الخطوه دي برضه، دي الكود بيتكلم عليها. ادي العينه المرجعيه لسه جايه او موجوده عنده ما اتفتحتش قبل كده، ودي الشهاده اللي بتتكلم بتقول المساحه السطحيه بتاعت عينه الاسمنت ديت كام سنتيمتر، والكثافه بتاعتها او الاسباس في جرافت بتاعها كام. هو ده من الشهاده كدهوت انا شفتها معاه الراجل، ان الكثافه بتاعت العينه الاسمنت ديت 3.252، والمساحه السطحيه شفناها برضو على الشهاده كانت عامله 3.818. يعمل ايه الخطوه الثانيه؟ نركز في دي. هيحط المصفى او السل، ويحط عليه ورقه فلتر واحده. اول مره حطينا ورقتين، يحط ورقه فلتر واحده. ويعمل ايه بقى الراجل بقى؟ هيصفرها ويبتدي يحط من العينه الاسمنت المرجعيه اللي هي جايه، هيحط 2.9 جرام. الكود الاوروبي بيقول كده 2.9. برضو ناخد بالنا عشان الكود الامريكي او الاس تي ام بيقول نحط 2.8 جرام. بيحط 2.9 جرام زي الفل اهوت، يحط ورقه الفلتر الثانيه. يبقى الشبكه الاول او السد الاول، وبعدين عليه ورقه فلتر، وبعدين 2.9 جرام اسمنت مرجعي، وبعد كده يحط ورقه فلتر ثانيه ويبتدي يكمل بقيه الخليه ايه؟ زئبق. هو بيكمل زئبق لغايه الراجل اهو الاخر، وعمل نفس الخطوه برده، بيتاكد ان الزئبق لغايه اخر الخليه. عفوا. ايه اهو هيبتدي يعمل الوزنه الثانيه، برضو نحتفظ بالرقم ده. يبقى كده عندنا رقمين ليوزن الراجل ما شاء الله، وهيبتدي يسجل الداتا بتاعته. ده ثاني رقم، هقولها ثاني. اول واحده وزنه الخليه
زائد المصفى زائد ورقتين فلتر زائد الزئبق، ادي محاوله، ادي واحده. الثانيه وزن الخليه زائد المصفى زائد 2.9 من 10 جرام زائد ورقتين الفلتر زائد الزئبق. ايه اللي بيعمله الراجل ده كله؟ اللي هي اللي متابع معانا ومركز هيقول ان هو عايز يجيب ال 2.9 من 10 جرام بيشغله مساحه قد ايه او حجم قد ايه، بس هو ده اللي احنا عايزينه. لا ادي هنا الراجل هيصفي معانا المحاوله اهيت، هيصفيها معانا. والوزنة الثانية اللي هي 109.6020، دي الوزنة الثانية. الفرق بينهم هيعمل ايه؟ الفرق بين الوزنتين، الفرق بين الوزنتين بسهولة جدا ان هو هيجيب ال 2.9 من 10 جرام شغله حجم قد ايه. طيب اجيب الحجم ده ازاي؟ درجة الحرارة درجة شغال فيها هي 22. طيب كثافة الزئبق في درجة حرارة 22 اهو، حجم ما يشغله 2.9 من 10 جرام اسمنت هتساوي كام؟ نركز مع دي بقى كويس، هيبقى 131 جرام اللي هي الوزن الاولانية. 0.8149 ناقص 109.6020. الفرق بين الوزنتين دولت هيقسموا على كثافة الزئبق. طب جاب كثافة الزئبق منين؟ إيه؟ هنجيب احنا بقى المواصفة اللي بتقول كثافة الزئبق ديت كام وجابها منين؟ إيه؟ ادي كثافه الزئبق من 16 لغايه 24 درجه. طب الراجل بتاعنا شغال في درجه حراره كام؟ درجه حراره 22. اذا ادت له كثافه 13.540، دي كثافه الزئبق اللي هو الراجل شغال بيه في درجه حراره 22. نركز بالنا، نركز مع دي علشان هتبقى مهمه جدا. نكمل بقى مع الراجل الحسبه وممكن نحسب مع بعض تاني. عمل ايه الراجل؟ زي ما قلنا نفس المعادله، طرح المحاوله الاولانيه، طرح منها الثانيه على كثافه الزئبق، ادته كام؟ لما طرحت من بعض ادته 22.2129 على كثافه الزئبق اللي هي 13.540. هتدي له كام؟ ادي النتيجة، ادته 1.461. بتمثل ايه الرقم ده؟ الرقم ده بيمثل الحجم اللي شغلته ال 2.9 من 10 جرام اهي. طيب جاب هو الحجم بتاعه وكل حاجة. طب هو بقى عشان بقى يجيب من خلال الحجم ده الوزن اللي هيشتغل بيه على اساس ان هو يطلع الكي. اذا هنا بقى كده حجم اللي بيشغله عينه الاسمنت القياسيه 1.641 اهي واضحه. طيب بعد كده، طيب من الحجم دوت احنا هنحوله لوزن علشان اخد من العينه المرجعيه وزنه معلومة احطها في الخلية اللي من خلالها اجيب الحاجة التانية بتاعت الجهاز، اجيب الكي. هنجيب بقى الكي ازاي؟ الراجل هيورينا اهوت. قال كثافة الاسمنت المرجعي في الحجم بتاع الخلية اللي هي 1.641 في 0.5. ايه 0.5 ديت؟ اللي هي مسامية الاسمنت. ادي المعادله اهي، كثافه العينه القياسيه اللي هي جايه معلومه، وحجم اللي شغله 2.9 من 10 جرام في مسامية الاسمنت اللي هي متفق عليها اللي هي 0.5. هيحسب الرقم ده هيطلع له وزنه او هيطلع له رقم، ايه هو؟ هنشوف دلوقتي مع الراجل. ادته 2.668 جرام، يبقى الوزنه هي 2.6. الراجل عمل عليها علامه، يبقى هي ديت الوزنه اللي انا هشتغل بيها بالعينه المرجعيه عشان اجيب الكي بتاعه الجهاز. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مع التربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.